بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء في بعبدة عصر اليوم بشأن إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب لإقرارها، نفذت هيئة التنسيق النقابية تظاهرة حاشدة أمام القصر الجمهوري تحت عنوان الزحف الكبير، فيما توقفت حركة الملاحة في المطار تضامنا مع مطالب الهيئة. رئيس هيئة التنسيق حن غريب أكد المضي في الإضراب إذا لم تحل السلسلة، مشيرا إلى أن الاعتصام اليوم كان بادرة حسن نية وإفساحا في المجال أمام الوزراء للاستجابة للمطالب. بندان آخران على جدول أعمال الحكومة، هيئة الإشراف على الانتخابات والتمديد للقادة الأمنيين، والاثنان خلافيان بامتياز ويهددان بتفجير أزمة حكومية بسبب المواقف المتضاربة بين فرقاء الحكومة. وفي محاولة لتجنب التفجير عقد اجتماع مسائي في السراي الحكومي ضم ميقاتي والوزراء فنيش وحسن خليل ونحاس، ولكن المعلومات أفادت بأن الاجتماع لم يفضي إلى نتائج إيجابية. أمنيا، يواصل الجيش اللبناني انتشاره الكثيف في طرابلس منعا لتجدد الاشتباكات، وقد ألقى القبض على أحد مطلقي النار على أحد العسكريين أمس. وليس بعيدا عن طرابلس أفرجت السلطات السورية عن اللبناني حسان سرور الذي كان معتقلا ضمن مجموعة تلك الأخ. في الأثناء طالبت واشنطن وباريس ولندن الأمم المتحدة بتحقيق جدي بشأن استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع الدائري في سوريا. وسط هذه الأجواء الملبدة في المنطقة، يواصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارته المنطقة، وكانت محطته اليوم رام الله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.